صباح الخير عبد القادر. صباح الخير حنان. صباح الخير محمد. صباح الخير لكل المتابعين. طبعا في بداية كل سنة دائما ما يلزم الناس أنفسهم بمجموعة من الأهداف ومجموعة من الأمور والمنجزات التي يريدون تحقيقها في سنة الجديدة، ويقفون وقفة تدبر وتأمل عن السنة الماضية وكيف قضوها وما هي الأمور التي حققوها والتي أخفقوا فيها. في وسائل التواصل الاجتماعي وشبكات التواصل الاجتماعي هنالك أيضا تطبيقات ومواقع تساعد ربما على هذه الوقفة وتساعد على التخطيط لسنة جديدة وحتى التخطيط لها شهر بشهر. اليوم سوف نتكلم عن التخطيط، لكن عن التخطيط المالي وكيف ستصرف أموالك في نهاية كل شهر. تابع معي. إذن في بداية كل عام ينصح دائما بوضع خطة مالية لإدارة الميزانية ومراقبة النفقات للاستفادة بشكل أكثر فاعلية من الراتب أو أي أجور مالية أخرى تتقاضاها. تطبيق مصاريف يساعدك في العثور على الإجابة المناسبة لأكثر سؤال يحيرك عند اقتراب انتهاء رصيدك في البنك: أين ذهب الراتب؟ يمكنك من خلال التطبيق معرفة كم صرفت من أموالك خلال الشهر وأين، ثم يدفعك لتحديد أهدافك المالية للعام الجديد كالسفر في إجازتك السنوية أو سداد دين لصديق، ثم يقوم بمساعدتك على تحقيقها من خلال دفع قسط لنفسك وليس للبنوك بداية كل شهر. إذن تطبيق هذا يساعدك على إدارة راتبك الشهري ويقول لك في أي شيء تنفق كثيرا راتبك، هل تنفقه على الأمور الأساسية، على الأمور الترفيهية، ويعطيك تقديرا ربما لما هي المعايير التي يجب أن تأخذ بهذه المعايير حتى تنفق راتبك في المكان الصحيح. يعني ليس فقط أرشيف لما صرفته. نعم. هو أيضا يقدم النصح ربما صحيح، ويساعد أكثر من هذا. فكرة هذا التطبيق في أنه يساعدك على الادخار، يقول لك إذا كنت تقدم أقساطا للبنك أو أقساطا للسيارة أو أقساطا لمكان آخر فأنت قطعا تستطيع أن تقدم قسطا لنفسك، فلماذا لا تقوم بتقديم قسط لنفسك؟ ويساعد هذا التطبيق في أن ينتهي الشهر وقد جعلت لنفسك قسطا ومدخرا من راتبك الشهري ولو كان ضئيلا. هل يجب علي أن أقوم بتعبئة كل المصاريف أما ماذا؟ نعم، التطبيق هذا محمد يجب عليك إدخال كل المصاريف التي تقوم بها، بداية بالمصاريف الثابتة مثل إيجار البيت، الإنترنت، فاتورة الماء والكهرباء إلى غير ذلك، المدارس الثابتة، ثم تضيف بعد ذلك الأمور الأخرى التي تنفقها تباعا. هو قام بتقسيم هذه الأبواب. نعم. أنا مثل قد أضيف أبواب أخرى مثلا، قد يكون عندي مصاريف. لا، مع الأسف الشديد محمد البرنامج حاليا قدم تقسيمات ثابتة، لا يمكن إضافة هذه التقسيمات الأخرى، لكن هنالك قسم آخر اسمه أخرى، يعني مصاريف أخرى تضعها في هذه المصاريف الأخرى، لكن لا يجب أن تكون المصاريف الأخرى هي 70% من راتبك، يجب أن تكون هي الضئيلة، هي غير المعروفة. يبدو أن المصاريف الأخرى عندي ستكون هي الأكبر. نعم، لدي تقسيمات أخرى لا يعرفها هذا صح صحيح. إذن إلى تطبيق آخر وهو من التطبيقات أيضا الجميلة، نتكلم اليوم عن واتساب. كثير من الناس يستخدمون واتساب ويستخدمون ميزة الاتصال الصوتي أو إرسال الرسائل الصوتية. بعض الناس يتكاسلون عن كتابة الرسائل الطويلة فيرسلونها صوتا وعلى المستمع أن يستمع إليها كاملة ثم يرد عليها، لكن ماذا إذا كنت في مكان لا يتيح لك الاستماع إلى هذا المقطع؟ هذا التطبيق سيساعدك في ذلك. إذن بعد أن كان التواصل في واتساب من خلال الرسائل النصية الفورية، جاءت ميزة الرسائل الصوتية لتسهل عملية التواصل في الظروف المختلفة، لكن عندما تكون في مكان صاخب أو مزدحم وتصلك رسالة صوتية على واتساب ولا يمكنك تشغيلها والاستماع إليها بشكل واضح، فأنت في الغالب ستضطر إلى تجاهلها، في حين أنها قد تحتوي على رسائل مهمة غير قابلة للتأجيل. تطبيق ترانسكرايبر المتاح لأجهزة أندرويد وآيفون سيحل هذه المشكلة، فهو يعمل على تحويل الرسائل الصوتية في واتساب إلى نصوص مقروءة. التطبيق يدعم عدة لغات من ضمنها الإنجليزية والإيطالية والإسبانية والفرنسية والعربية وغيرها من اللغات الأخرى. إذا كنتما تستخدمان كثيرا ميزة الرسائل الصوتية استقبالا وإرسالا، فهذا التطبيق سيتيح لكم حتما وسيساعدكم على تحويل هذه الرسائل إلى رسائل مقروءة، ولستم بحاجة طبعا إلى الاستماع إليها إذا كنتم في مكان عام. كيف سيتغلب على قصة اللهجات؟
هذا سؤال صعب وجه إلى هذا التطبيق، لأن هنالك الكثير من اللهجات صعب على التطبيق أن يعرفها. إذا استخدمنا اللغة العربية الفصحى فمن السهل أن يتعرف على هذه الكلمات، وسيعطينا نصا تقريبيا لكنه جيد جدا. لكن إذا دخلنا عليها بعض اللهجات فسيعطينا نصا لا علاقة له بالمحتوى إطلاقا. بقية اللغات طبعا الإنجليزية والفرنسية والإسبانية عندما تتكلم أيضا بطريقة سليمة سوف يعطيك نصا سليما. إلى الآن لا يتم دعم اللهجات، ولا أظن بأن مطوري التطبيق يفكرون في أنهم يدعمون اللهجات في مستقبل الأيام، لأنهم سيضطرون إلى دعم عشرات أو المئات من اللهجات في الوطن العربي. كان هناك تطبيق أعتقد على الواتساب أو موجود في بعض التطبيقات بإمكانك أن تتحدث ويقوم بالكتابة بشكل مباشر. نعم، أظن أن له نفس الميزة، أظن بأنه يجب أن تتحدث اللغة نفسها، يعني اللغات المتعارف عليها ليس وكان اللغات المتعارف عليها الإنجليزية أو العربية. هذه الميزة التي تكلمت عليها محمد متوفرة في كثير من الأجهزة حتى بدون تطبيقات. الآن جوجل مثلا جوجل أندرويد يدعم هذه الميزة في الكيبورد الخاصة به، في لوحة التحكم الخاصة به، مجرد الضغط على زر الميكروفون يمكنك أن تملي عليه النص وهو يحوله إلى نص مكتوب وثم يرسله. تطبيقنا يقوم بالعملية العكسية في أنه يقوم بجلب هذا النص المسموع ويحوله إلى نص تشجيع على استخدام اللغة العربية. ربما أنا فكرت في هذا الأمر كثيرا، قلت ربما هذه التطبيقات ستشجع الناس على الكلام باللغة العربية وعلى استخدام اللغة العربية، لأنها اللهجات ربما تسيطر نوعا ما على مجال السوشيال ميديا أكثر من اللغة العربية. إلى قصتنا الأخيرة حنان ومحمد، وسنتكلم عن المضادات الفيروسات. كما تعلمون هنالك هوس بالفيروسات التي تصل إلى أجهزتنا المختلفة، سواء كانت كمبيوترات أو حتى أجهزة لوحية أو هواتف، وهنالك دائما تخوف من هذه مضادات الفيروسات. بعض الناس لا يفرق بينها، وهنالك الكثير من الدعايات في وسائل التواصل الاجتماعي، الكثير من الإشهارات من الإعلانات في المواقع الإلكترونية، هذا أفضل من هذا، هذا أفضل من هذا. السؤال الكبير، هل نحن بحاجة فعلا إلى مضادات فيروسات؟ وإذا كنا نعم بحاجة إليها، ما هو أفضل مضاد فيروسات؟ هنالك 5 نصائح جمعتها لكم، إذا أردتم اختيار مضاد فيروسات عليكم مراجعة هذه النصائح. إذن إليكم 5 نصائح لاختيار مضاد فيروسات أفضل لأجهزتكم. أولا، المجاني ليس سيئا، فالكثير من الشركات توفر نسخا مجانية عالية الأداء، لكنها تحجب بعض الميزات الأخرى التي لا تعرضك إلى الخطر طبعا في حالة حجبها، لتدفعك إلى اقتناء النسخة المدفوعة. المفتوح المصدر الأفضل دائما، تحرى في اختيارك لمضاد فيروسات الحصول على برنامج مفتوح المصدر جزئيا أو كليا، فهو يتيح التطوير المستمر من طرف آلاف المطورين حول العالم. ثالثا، لا تستمر بدون تحديث، إذا توقف البرنامج عن تحديث قاعدة بياناته دوريا فاحذفه فورا من جهازك وغيره ببرنامج غيره، فالتوقف عن التحديث يعرض جهازك إلى الخطر. فرق بين مهام البرامج، فهنالك برامج تكافح ملفات التجسس، وأخرى تضمن إبحارا آمنا في الإنترنت، وأخرى مكافحة للفيروسات ومزودة بجدار ناري. كلما كان البرنامج شاملا لهذه المهام يكون أفضل. أخيرا، لا تستخدم برنامجين في الوقت ذاته إلا إذا كان يقدمان مهام منفصلة، حتى لا يؤثران على بعضهما البعض أو يعطلان مهام رئيسية في الجهاز. طبعا حاولت أن أجمل النصائح هنا للاختيار، لا يجب أن نقول هذا البرنامج أفضل من هذا، وإنما هذا يعود إلى المستهلك في حد ذاته. بعض الناس كما قلنا في النقطة الأولى يظنون بأن المدفوع أفضل من غير المدفوع، وهذا ليس صحيحا، فهناك الكثير من مضادات الفيروس المجانية على الإنترنت، هي برامج جيدة جدا وتحقق المبتغى منها وهو الحماية من الفيروسات، فليس دائما المدفوع هو أفضل. هذه قاعدة خاطئة تماما عندما نتكلم عن الفيروس، عن مضادات الفيروسات. نعم. طب بالنسبة لمضادات الفيروسات، هي نفسها الخاصة بأجهزة الكمبيوتر هي أيضا الخاصة بالهواتف نفسها يعني؟ لا، ليست نفسها، بعض مختلفة. الشركات الكبرى، نتكلم على مثلا شركة روسية كاسبارسكي أو على أفيرا أو على أي في جي، هي الشركات الكبيرة تقدم المنتوج لكل الأجهزة،
إلى الأجهزة اللوحية إلى الهواتف، لكن بعض المضادات الفيروسات الأخرى تجدينها متخصصة فقط في الهواتف النقالة أو متخصصة فقط في أجهزة الكمبيوتر، لكن من الأفضل خاصة للمستخدمين الذين يشترون الحقوق أن يشتروا برنامجا شاملا لكل الأجهزة على كل الأنظمة التشغيل، ولا يقتصرون فقط على ويندوز أو على آيفون أو على أندرويد فون، لأن الكثير الحقيقة جماعة الأندرويد هم الأكثر حاجة إلى برامج مكافحة فيروسات أكثر من جماعة أبل، لأن أبل برنامجها أو نظام تشغيلها مغلق، صعب اختراقه وصعب ظهور الفيروسات فيه، وإن كان هنالك فيروسات تظهر فيه، لكن أندرويد بما أنه مفتوح للمطورين فالكثير من الفيروسات تظهر في هذا المكان، لذلك عليهم بتنصيب جهاز برنامج مضاد للفيروسات. هل لها مدة معينة أم أنهم دائما يقومون بالتحديث؟ لأن هناك مجموعة من الشركات أو مجموعة من المجموعات التي تقوم بالتهكير أو بإرسال فيروس تقوم بتطوير مثل هذه البرامج دائما، هل هم جماعة الأنتي فيروس أو المضاد للفيروس هم دائما يقومون بهذه التحديثات أم ماذا؟ أم علي أن أنصبه من جديد؟ فعلا محمد نحن الآن أمام معركة لا تنتهي بين الذين يطورون برامج التجسس والفيروسات وبين مطوري هذه مضادات هذه البرامج، هذه معركة لا تنتهي أبدا، مثل المعركة بين الخير والشر فهي مستمرة دائما في استمرار، لذلك قلنا أن البرنامج الذي يتوقف عن التحديث احذفه فورا مباشرة، لأن هنالك دائما فيروسات جديدة لا يتعرف عليها، يجب أن يكون محدثا. نعم. سؤال أخير عبد القادر باختصار لو سمحت، يعني أحيانا عندما نقوم بالبحار عن الإنترنت أو بإجراء أي بحث على جوجل يظهر لنا الموقع ومن ثم تظهر رسائل يقول بأن محتوى هذا الموقع أو الصور الموجودة فيها يمكن أن تكون حاملة لفيروس خاص، يعني الآن يقول لك يعني حمل المضاد مضاد الفيروسات، إلى أي مدى هذه الرسائل تكون صحيحة؟ طبعا الكثير من هذه الرسائل هي رسائل غير صحيحة وهي عبارة عن فيروسات أو تقود إلى مواقع تنصب فيروسات على أجهزتك. الموثوق فيه في متصفح جوجل كروم تحديدا عندما تظهر لك شاشة باللون الأحمر من طرف شركة جوجل تحذرك من هذا الموقع فهذه مؤكدة، غيرها غالبا لن يكون مؤكدا ويقودك إلى فيروسات وليس إلى مضادات فيروسات. شكرا لكم حنان ومحمد وبقية الفقرات ممتعة. شكرا لكم.